الشرارة في تونس والأحداث التي تلت حتى يومنا هذا. تونس الانتفاضة كانت أحداث التغيير فيها متسارعة. في 17 من ديسمبر الماضي، الشاب التونسي محمد بولعزيزي وهو من حاملي شهادات العاطلين عن العمل أضرم النار في نفسه احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة يبيع عليها الخضار والفاكهة. الثامن عشر والتاسع عشر من ديسمبر، مواجهات بين مئات الشبان في منطقة سيدي بوزيد وقوات الأمن التي استمرت حتى الحادي والعشرين من ديسمبر وتوسعت لتنتقل إلى البلدات والمدن المجاورة. في الرابع والعشرين من ديسمبر اتخذت الاحتجاجات شكل انتفاضة شملت مناطق عدة، وأطلق الجيش الرصاص الحي على المسيرات السلمية. في اليوم التالي تظاهر مئات من الحقوقيين والنقابيين في تونس العاصمة احتجاجا على قمع المظاهرات. في 27 من ديسمبر امتدت المظاهرات إلى كافة المدن التونسية. في 28 من ديسمبر أول رد رسمي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الاحتجاجات الشعبية في خطاب متلفز دان فيه أعمال الشغب. في 30 من ديسمبر بن علي يقوم بتعديل وزاري محدود. في 3 يناير مواجهات عديدة بين قوى الأمن والمتظاهرين وسقوط عدد من الجرحى. في 5 يناير توفي محمد البوعزيزي متأثرا بجراحه. في 9 يناير المظاهرات تصل إلى العاصمة. في 10 يناير خطاب جديد لابن علي يقدم فيه حلولا للخروج من الأزمة. في اليوم التالي تصل المظاهرات إلى الأحياء الفقيرة. في 12 يناير بن علي يعين وزيرا جديدا للداخلية، ومواجهات مع قوى الأمن تخلف قتلى وفرض حظر تجول في مدن كبرى. في اليوم التالي بن علي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسية جديدة. في 14 يناير بن علي يغادر تونس متوجها إلى جدة بعد أن رفضت دول عدة استقباله. في 15 يناير المجلس الدستوري يعين رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للبلاد، وأعيد فتح المطارات، وقتل شقيق زوجة بن علي عماد الطرابلسي. وفي 16 يناير تم اعتقال قيادات أمنية، واشتبك الأمن مع مسلحين في مناطق مختلفة من العاصمة. نيفين أفيوني، العربية.